بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، برحب كل سادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. مقدمين النهاردة السمك المكريل، هنعمله بطريقة حلوة جدا بصينية كده حلوة، تعمل مع شوية رز زي الفل، وسمكة حلوة. يعني أنا من السمك اللي بحبه جدا سمك المكريل، اللي هو طبعا بيجي مستورد، بيجي فروزنج، بيجي في باكت كبير ال 20 كيلو، بيجي من سوق العبور، وبعد كده بيبدأ اللي هو يتوزع على التجار. وبصراحة من الحاجات من السمك الجميل قوي قوي اللي انا بحبه وبشتغل بيه، وينفع يتعمل كذا حاجه يعني. ولكن النهارده هنعمله صينيه كده محترمه كده بالخضار، هنشوفه النهارده مع بعض. وعندنا اصناف تانية ان شاء الله طول الحلقه نبدا ان احنا نشتغل بيها، وعندنا شوربه مشروم هنقدمها معاها. اتمنى ان شاء الله الحلقه النهارده تنول اعجابكم. اي اسئله او اي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 2600 من اي تليفون محمول، 0900 900 من اي رقم ارضي. نشوف اول حاجه الخضار، التتبيله اللي احنا نعملها للسمكه المكريل. احنا جايبين اربع سمكات، وهنبدا ان احنا نعمل لهم حشوه كده، هنبدا نعمل حشوات كده له حلوه، وبعد كده نبدا ان احنا نحطها في صينيه وندخلها عندنا الفرن. طيب اول حاجه هي التتبيله بتاعته، هنعمله تتبيله، وبعد كده نعمل له خضره مع بعض اللي احنا هنبدا نحشيها جواه. يعني انا بشيل الراس بتاعته، بننظف البطن بتاعته كويس جدا، وهنبدا نعمل له الحشوه بتاعته، ونبدا نحطها فين؟ في صينيه على النار في الفرن. طيب هجيب الهون عندي، وابدا ان انا احط عندي شويه حوالي خمس فصوص من الثوم، المقادير قدام حضراتكم، جزر وبصل. هناخد الحاجات ديت كلها تبقى مبشوره، يعني حلقات او مبشوره، ده اللي هنشوفه دلوقتي واحنا شغالين. خلينا ناخد اول حاجه الثوم، والثوم عشان زي ما اتفقنا نحرسه ويبقى ناعم معايا في الهون، بديله شويه ملح صغيرين. فبحط عندي خمس فصوص ثوم، واخد عندي شويه ملح صغيرين قدام حضراتكم، ونبدا ان احنا نهرس الثوم كويس جدا مع الملح. ده بيساعد على عملية الثوم يتخليه يتهرس معايا على طول، ويبقى مهروس معايا ويبقى زي الفل. الملح حتى لو احنا مثلا هنضربه على او هنهرسه على البلانش عندي، تبقى ياخد شوية ملح صغيرين، ما يخليش الثوم يجري مني. طيب هقوم واخد عندي معلقة صغيرة من المستردة، معلقة صغيرة قدام حضراتكم اهيت، ناخد معلقة منها. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من بهارات السمك، وعندنا شويه كمون، وناخد عندنا شويه بابريكا. حلو الكلام. واخر حاجه شويه من الزيت. يبقى بهارات سمك، كمون، شويه زيت ذره، وتوم، وملح، ومعلقه مستارده، وشويه زيت ذره. جميل. واقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها قدام حضراتكم اهيت، بقت الخلطه بقت معجونه اهيت وبقت زي الفل. حلو الكلام. مين يا أزقلاء؟ ايه؟ لا مش سامع يا جماعه، الصوت بعيد قوي. آفه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. ايه الاخبار، ازاي كنافه؟ ايه الاخبار، انا مش سامع الاسم كويس والله. الحمد لله، ربنا يخليك يا حبيبتي. امريني يا نافه. ممكن سؤالين؟ اعمل ايه؟ ممكن اسالك سؤالين؟ اه طبعا، 100 سؤال. احنا كنا بنين تحت قبل كده، والملح طلع جامد فيه، وكنا عاملين قراقيش بالعجوه، والعجوه طلعت ناشفه، ليه؟ حلو، عملته قرص والعجوه طلعت ناشفه صح؟ اه. طيب ايه تاني؟ ماشي يا نافع، هجاوبك على السؤال ده. العجوه بتطلع ناشفه من نوع العجوه نفسه. نوع العجوه مهم جدا، زي وقلنا قبل كده في الحلقات، ولو انت متابعه الحلقه اللي احنا عملناها يوم السبت اللي فات. العجوه مهمه جدا. طيب لو انت عندك عجوه لازم تحط عليها زبده، العجوه بتاعتنا دي لازم تحط على النار زبده، وبعد كده تقومي حاطه عليها العجوه وتهرسيها كويس جدا لحد ما العجوه بتاعتك تنعم. لكن لو خدتيها كده وحطيتيها القرص هتبقى تطلع ناشفه معاكي. تمام يا حبيبتي؟
شكرا يا نت. هو بقالهم ساعة في الكنترول عمالة يقولوا لي الاسم وانا مش واخد بالي. بص بقى، جزر، نبشر الجزر، دي الخلطة اللي انا هعملها للسمك، خلطة الخضار. بعد كده عندنا بصل مبشور اهو، ناخد عندنا كده، ناخد البصل على الجزء الناعم من المبشرة، اخد عندي البصل وبعد كده عندنا طماطم اتنين عدد طماطم، نعمل لها خلطة كده محترمة. ادي الطماطم وهنضرب برضو ليها شوية بقدونس مفرومين، والتتبيلة طبعا هنحط عليها ليمون اساسي طبعا. حلو، نجمع دول كده على بعض، واخد عندي شوية بقدونس مفرومين، ماشي، وناخد عندنا ليمونية كده حلوة على الخلطة الجميلة ديت. وناخد بقى ايه التتبيلة اللي انا عملتها ديت في الاول، هناخد منها معلقتين على الخلطة دي. بص دي، لان دي هناخدها للجمبري اللي هنعمله، فانا عامل خلطة كتير فهاخد منها معلقة اهيت كمان شوية زي الفل. وبعد كده اقلب كل ده مع بعضه عشان ده اللي هنحشي بيه. اعملي بس الايه التتبيله ديت والخلطه ديت كده زي ما حضرتك عملناها كده، وشوف الطعم هيبقى عامل ازاي في الاخر. خطيره بجد بجد، خطيره الايه الخلطه اللي احنا عملناها ديت. الجزر وريحتها حلوه قوي، الجزر بشرناه مع الطماطم المبشوره مع شويه بقدونس مفرومين، وخدنا من التتبيله واللي احنا عملناها في الاول وحطينا عليها عصير ليمون واشتغلنا بيها. استاذه ياسمين، الو ياسين، ازيك؟ الو ياسين، معلش يا ياسين حاول تكلمنا تاني. هناخد عندنا سمكه المكريل اللي احنا منضفينها زي ما حضراتكم كده شايفين، نحط عندنا خلطة ديت تمام، ونحشي من جوه ومن بره، اديله برضو شوية حشوة كده حلوين. وخلطة مخدومة وفيها كل حاجة، وسمكة المكاريل اللي موجودة. تمام جدا، بقت عندي كده جاهزة السمكاية متبلة والبصلاية مبشورة، مش ما تحطهاش شرايح أو تقطعها حلقات، مبشورة كده زي ما هي، حتة حلوة قوي بجد يعني. طيب بنبدأ نعمل إيه بقى؟ هاخد عندي بصلتين اتنين عشان أحطهم تحت الصاج اللي إحنا نبدأ نشتغل فيه. نص كده نحط عندنا البصل، ووزع عندي البصلايه كده حلوه. وبعد كده نبدا نحط عندنا السمك المكريل عليهم وندخلهم عندنا الفرن وبس، مفيش اي حاجه تاني. حطينا الزيت وحطينا التتبيله وكله تمام، وريحه التتبيله
حلوه تكيفك، هنحطها كده ايه ونسيبها في الصينيه بالظبط نص ساعه درجه حراره 22 وبعد كده نطلعها. ناخد فاصل ان شاء الله وبعد كده نخش في الجمبري. يلا بينا. اهلا بيكم. حطينا سمكه المكريل، قلنا ازاي بنعمل لها خلطه. جزر مبشور، بصله مبشوره، وبعد كده طماطم مبشوره، شويه بقدونس مفرومين، وعملنا الخلطه دي على بعضها مع عصير ليمونه كده حلوه. بعد كده عملنا التتبيله اللي احنا عملناها في الاول دي، اللي هي توم واللي هي ملح، وبعد كده حطينا معلقه مستارده، وحطينا شويه بابريكا، شويه ملح، وشويه بهارات سمك، وشويه من الزيت الذره. ماشي، بقوا جاهزين معايا. حلو، حطينا معلقه كبيره منهم على الخلطه بتاعت السمك، والملح طبعا ظبطناه من السمكه من فوق ومن كل حته، ده مهم جدا. قطعنا شويه بصل من تحت شرايح، وبعد كده حطينا شرايح ليمون كده من فوق الوش السمك. بص شكلها عامل ازاي، تاكل سمكايه من الاخر. واكون معلي الفرن على الاخر، السمك بيحب الفرن يكون عالي عشان ما ينزلش الميه بتاعته ويطلع معاكي محروق كده من فوق. ده اللي هنشوفه بعد ما يطلع ان شاء الله. طيب هنا في ست سبع جمبريات كده جايبهم وشايل منهم الراس بتاعتهم ومنضفهم من الحبل الرملي بالشكل ده اهم. يعني انت بتجيبيه كده اهو، تشيل الراس وبعد كده تقشريه كده اهو، بس بتحاولي تسيبي الديل من تحت زي ما حضرتك كده شايفه اهو، يبقى بالشكل ده. تشطفيه شطفه كده ويبقى جاهز معاكي للشغل اللي احنا هنعمله. تفتحيه فتحه كده تشيلي منه الحبل الرملي بخله او بحته سكينه صغيره وتشيلي الحبل الرملي اللي موجود فيه. وبعد كده بنبدا نعمل ايه؟ هجيب بس هنا عصير ليمونه على التتبيله اللي احنا عملناها ديت، لان احنا هنا التتبيله دي ما حطيناش عليها ليمون، فهحط عليها عصره ليمون، لان الليمون اللي فات حطيناه على الخضار. نجيب بقى عندنا فرشة ناخد عندي بقى التتبيلة ديت ونحطها فين؟ على الجمبري كده. ماشي، اللي احنا ايه قشرناه وسيبنا الديل. هقول لك سيبنا الديل ليه دلوقتي؟ هقول لك على كل حاجة واحنا شغالين. اي معلقه باشا، هي معلقتين اتنين تتبيله من اللي احنا عملناهم للسمك المكريل ده زي الفل، يعني هما معلقتين اتنين، عشان كده ربطت الايه التتبيلتين ببعض. اقلب على الجزء التاني. ونديها تتبيله من الظهر برضو. بسم الله. تمام اهو. كده يا باشا بقى جاهز وبقى تمام معايا. ابدا نروح فين نروح فين نعمل اللي عندنا الخلطه اللي انا هحشيها حوالين الجمبري نفسه من البطاطس. بجيب عندي ثلاث بطاطسات كده حلوين، اقطعهم عندي مكعبات بالشكل ده. تمام، ونسلقهم. بعد ما نسلقهم نحطهم عندنا في البوله هنا، عليهم معلقه كبيره من النشا اهي، معلقه كبيره من النشا حط عليهم. طبيعي طبعا شويه ملح صغيرين. ونهرس الكلام ده كله مع بعضه اهو. النشا مع ايه؟ مع البطاطس مع شويه الملح. بلاش نشا كتير، يعني حط مثلا معلقه نشا حلوه جدا مع الثلاث بطاطسات، وتبقوا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تنعم معايا. بص اتسمغت اهيت، بص بقت ايه؟ زي الفل. تمام؟ تمام، نعمل أول حاجة دي كده. نفتح، ركز بقى فيها، نفتح كده
اهو. شوية ملح بس على الجمبري عشان ما ننساش. ايوه زي الكوبا الشامي كده. وبعد كده نقوم حاطين عندنا شوية جبنة من جوه، شوية جبنة شيدر ماشي. بعد كده نقوم واخدين عندنا الجمبريال الحلوة ديت. بص الكلام بقى جيمي كده ماشي، واقفل لحد ما اوصل للديل كده. ده كلام كبير ها اهو. ايه رأيك؟ شغل عالي، فيها الجبنة والبطاطس وفيها كل حاجة ماشي. وناخد اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الأخبار؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. أم رين يا دينا، احنا كنا عاملين كحك تمام، والملبن طلع ناشف. وايه؟ الملبن طلع جامد. ايه ده؟ هو ايه حكايه الملبن طلع ناشف والعجوه في ايه؟ الملبن لا ما بينشفش الا من حاجه واحده، لا حاجتين، اما اللي هو يكون منتهى الصلاحيه ويبقى ناشف قبل ما تبداي اللي انت تحشميه، او الملبن طلع بره الكحكايه. يعني الملبن لازم يبقى جوه الكحك نفسه، لان لو طلع بره الكحكايه تنشف منه ماشي. شكرا يا دينا. هنا نعمل الفتحة كده، وهم حاطط عندي جبنة، وبعد كده نقوم جايبين الجمبريال الحلوة ديت هوب، بنقوم ضاغطين عليها كده لجوه، والبطاطس كده اهو. ونسيب الحتة الجزء عشان يبقى انتوا كده عرفتوا انا سبت الجزء بتاع الديل ده ليه كده عشان تطلع معايا بالشكل ده. نقوم حاطينها هنا جنب اختها. طبعا دي بتاخد في الفريزر شويه، ما نستعجلش عليها. خلي بالك انا ما بحطش كميه بطاطس كتير، انا بحط حاجات بسيطه عشان اضمن ان الجمبريه من جوه تستوي كمان، وده اهم حاجه عندي. شويه جبنه ماشي، وبعد كده بقوم واخد الباشا ده كده اهو، اضغط واضغط بالبطاطس لحد ما اوصل لحد الديل بالظبط كده، واقوم قافل. الله عليك. هوب بنقوم حطينا هنا جنب اخواتها. تعالى نعمل اخر واحده، والباقي هنعمله فين واحنا في الفاصل بقى، بس نعمل اخر واحده عشان نعمل طبقه الايه، طبقة البقسماط اللي احنا هنحطها عليها من فوق. بص بتلف كده بايديكي، بص اهي سهلة سهلة جدا زي الكوبا الشام بالظبط اهي كده. وبعد كده نقوم شايلين الصباع ده، نقوم حاطين عندنا شوية جبنة مكانه اهو، شوية جبنة صغيرين مش كتير. ناخد عندنا الجمبري هوب بايدينا كده، نقوم حاطين الجمبري كده هوب، وناخد من البطاطس دي لفوق ونقفل. على الديل من فوق كده عشان تبقى عندي بالحلاوة والجمال ده. طيب نعمل ايه تاني بقى؟ هو جايب عندي 2 عدد بيضة، حاططهم هنا في بولة. شوية ملح وشوية فلفل صغيرين، وأقلب مع شوية حليب. وقلنا لازم يتحطوا في الفريزر، يعني بعد ما تعملي البطاطس دي تسكنيها في الفريزر شوية نصاية كده ولا حاجة. يا جماعة أي حاجة أنت بتديها بقسماط يفضل أنت قبل ما تديها بقسماط تحطيها في الفريزر تشمع شوية، وبعد ما تحط لها طبقه البقسماط او الكفر انت تحطها عليها برضو تحطيها نص ساعه
ده كل حاجه بتضمنك ان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه وما فيش حاجه تفك منك ابدا. بناخد عندي اول واحده اهي بنحطها في الدقيق. نقلب كده واشيل الدقيق الزياده، وبعد كده بنحط عندنا في البيض واللبن ونشيلها ونقوم حاطينها فين؟ على طبقه البقسماط. زي ما حضراتكم كده شايفين، واتفرج على الجمال، شغل عالي. ولو نروح فين بقى عندي على الزيت، تعالى نعمل واحده كمان. ولو لقيتيها عايزه تاخد طبقه كمان من البقسماط لا مانع خالص، تنزليها كده بس. الجمبريه بقت حاجه ورك اهو، ورك فرخه. دقيق، تشيل الزياده بتاعت الدقيق. طبعا لو بقول لك لو متشمعه في الفريزر بتلاقي اسهل بكتير جدا. بيض ولبن ونشيل، وهوب رايحين فين عندي على طبقه البقسماط. بص يا جيمي اهي، تمام. ادي الدقيق كده، لازم طبقه الدقيق ديت لازم تمسكيها كده، نزلي طبقه الدقيق دي من عليها. والشطاره انك ما تكتريش البطاطس اللي بتبقى موجوده على كفر الكفر بتاع الجمبري، خلي بالك. وكده كده الجمبري اللي جايبه صغير فمش هياخد وقت في التسويه يعني. ما بقاش سخن قوي عندي على النار، عشان مش عايز البقسماط على طول ياخد لون غير لما الجمبري من جوه يستوي. فتعالوا كده ناخد اول واحده، بسم الله زي الفل، وننزل عندنا في الزيت. ناخد الثانيه وننزل عندنا في الزيت، والتالتة سعادة الباشا، وننزل في الزيت. وناخد فاصل كده صغير يا جيمي، تاخد بقى خلاص هي بتبدأ بقى تتحمر معايا اهي. انا عايز ازود شوية زيت كمان، لو لقيت الزيت سخن نزود شوية زيت كمان صغيرين. بص يا باشا الحلاوة اهي، سيبيها بقى تتحمر براحتها خالص، تستعجليش عليها عشان اضمن التسويه بتاعتها تبقى مظبوطه. ناخد الباقي اهوت نشتغل بيه، دقيق بيض ولبن، وبعد كده البقسماط. انا بصراحه بديها طبقتين اتنين عشان بس تبقى ماسكه نفسها تبقى مظبوطة جدا. ونحطها فين؟ على طول عندي في الزيت. تعال نبص على سمكة الماكريل نشوف ايه الأخبار. وصلنا لحد فين؟ وصلنا توطس التسوية بتاعتها لحد فين؟ الله 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 على لا ريحتها حلوة، أنا بحب السمكة دي جدا جدا على فكرة والله. يعني أنا من أكيل سمكة الماكريل. جميلة جدا جدا، وريحتها مش عايز أقول لك أصلا عاملة إزاي. أول ما فتحنا الفرن كده الريحة هبت كده في مناخيرنا، فعاملة شغل عالي جدا. أقلب كده بالصاج، تنزل الدهون بتاعتها الجميلة. ونظبط، بص يا باشا ديت اهي. سيبها براحتها خالص بقى لحد ما تبدأ اللي هي تكمل التسوية بتاعتها. يلا فاصل صغير كده إن شاء الله نكون عملنا بقية الكمية بتاعت الجمبري دي، وبعد الفاصل نواصل.
جوع ده بيس بقى، ده بيس جمبري، حاجه طالعه كده جميله. الجمبري بنجيبه بنتبله ونلف عليه البطاطس، وبعد كده بياخد طبقه البقسماط، وبعد كده بننزله عندنا الزيت. بس لازم طبعا تحطيه في الفريزر يقعد معاكي شويه، وبعد كده تبداي تنزلي عندك الزيت سخن، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. من ضمن الحاجات اللي بتخلي البطاطس تفتح معاكي ان الحاجه ما بتريحش الفريزر، وتاني حاجه الزيت بيبقى سخن جدا. لو زيت سخن جدا بتلاقي البطاطس اتفتحت منك، ده مهم جدا. وما تكتريش نشا، هي معلقه نشا بس على الثلاث بطاطسات هتبقى زي الفل. طيب سمكه المكاريلي برده في الفرن شغاله. تعالوا ناخد عندنا من حلل كاتش نوفا، ناخد عندنا حلل سلامبوش بتاعتنا الاستانلستين اللي بتاعتنا الجديده اللي هي بايدين سودا وايدين سيليكون. كل الحاجات ديت كانت مستورده، دلوقتي الحاجات دي كلها بقت منتجات مصريه 100%، منتج مصري محترم موجود دلوقتي في السوق المصريه والسوق العالميه مش مصريه بس. الاستانلستين ده موجود، ده 18/10 يا جماعه، حاجه البيور بتاعه، غطيان المعدن اللمعه الماسك السيليكون بتاعته، كل الحاجات ديت كنا الاول بنستوردها من البرتغال، كان هم شاطرين جدا جدا في موضوع الحلل هي وتركيا، اشطر ناس او اشطر اتنين بيطلعوا الحلل الاستانلس. لكن دلوقتي بقى موجود دلوقتي في مصر مصانع كاتشينوفا موجوده بقوه، وفي السوق العالميه كمان موجوده بقوه كمان. يعني هم كانوا موجودين اخر مره من اسبوع في معرض المانيا، اكبر معرض ادوات منزليه بيبقى موجود في العالم، هم موجودين حرفيا موجودين فيه، عمرهم ما يقدروا يخشوا عندهم في المانيا او يعرضوا حاجه غير لما المنتج بتاعهم يكون مطابق للمواصفات. فدي حاجه كويسه جدا، ودي حاجات بتميز حلل كاتشينوفا. هاخد عندي الحله ديت هنبدا نشتغل فيها الشوربه بتاعتنا ان شاء الله دلوقتي. هطلع ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، على منشف مطبخ. نطلعها كده ايه ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تنزل الزيت على منشف المطبخ، وبعد كده بنبدا اللي احنا نقدمها بالهنا والشفا. سهله جدا وبسيطه جدا ومش هتاخد منك وقت ان شاء الله. نقدم مع بعض الشوربه ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله كده تمام. هجيب عندي معلقتين اتنين من الزبده احطهم عندنا في الحله، بعد كده بقوم جايب عندي بصلايه عشان افرمها فرم ناعم، شوربة المشروم من الشرب الجميلة جدا جدا ومغذية جدا، وتقدري تعمليها بالكريمة، تقدري هنعمل النهاردة عاملينها باللبن. حلو الكلام، البصل شوحه مع معلقتين اتنين من الزبده. تلات اربع فصوص كده من الثوم ناخدهم ونهرسهم برضو معاهم مع الشوربه. وقلنا واحنا بنشتغل بيهم بنحط شويه ملح صغيرين. بالسكينه
نقوم واخدينها كده وهرسينها، وبعد كده بنيجي ببطن السكينه كده اهوت نهرس عندنا التوم. هتلاقي الموضوع سهل جدا معاكي اهو. نضغط جامد كده لحد ما يبدا اللي ايه التوم كله يتهرس معايا. بنقوم واخدينه كده اهو لحضرتك، ونروح فين؟ عندي على البصل. والزبده ونشوحه. طيب يبقى عندنا ايه تاني؟ يبقى عندنا جزر. شرايح كده الاول، وبعد كده نقوم واخدينه عندنا مكعبات صغيره. نركنه جانبا. ناخد عندنا بعد كده الايه؟ المشروم. نقطعه شرايح او نقطعه مكعبات زي ما حضرتك تحبي. غسله كده له حلوه لو في اي شوائب ولا حاجه. وبعد كده بننشفه عندنا باي منشف مطبخ ونبدا نشتغل بيه، بس ما تسيبوش تحت الميه كتير عشان الالياف اللي فيه دي ممكن تشرب الميه وما يبقاش حلو معاكي. فشطفه بسرعه كده سريعا، وبعد كده تقوم نشفاه وتبدا نشتغل بيه على طول. الكبيرة ديت ناخدها كده وكده. ناخد الباشا ده كده ونحط المشروم هنا، ونروح عندي على البصل وعندي على التوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل واشوح كل ده مع بعض. على ما نشوح بقى استاذ جيم، تعالى نروح عندنا على السمكه الماكريل. خلاص استوت معايا، ريحتها اصلا جميله، اللهم صل على النبي. يعني انا احلى حاجه بحبها بقى فيها الحروقه اللي بتبقى من فوق ديت، يعني الحروقه ديت اعرف اللي هي بص سمكه محترمه طلعت يا باشا، ريحتها جميله جدا، التتبيله معموله يعني صح، فبالتالي هناكل ايه؟ ناكل شويه سمك كده محترمين. خدهم كده اهو مع شويه رز وشويه سلطه بالهنا والشفا. يعني شوربه المشروم بعمل ايه؟ بقوم جايب عندي كازرولة كده صغيره، واقوم حاطط عندنا نص لتر من الحليب، واخد عليهم مكعبين اتنين من المرق زي ما حضراتكم كده شايفين. واسيبهم عندي يغلوا مع بعض عشان هضيفهم عندي على شوربه المشروم وهي شغاله. ندبل الحاجة كويس. ناقص حي تاني الجزر. عايز ديك دورة حلوة، دي في الدورة حلوة برضو نص كوباية لو عندك، برضو بتخلي طعم الشوربة دي حلو قوي. نقدم بس الحاجه ديت الجمبري اللي احنا عاملينه بالبطاطس ده. على البورد هنا هي. شريحتين اتنين ليمون.
كل واحده كده نحط عندنا ايه نتقدم بالهنا والشفا. نزل يا باشا ده جنب اخواته هنا. هنا الاخبار. بس المشروم عندي بقى زي الفل. اعمل ايه بقى؟ لازم طبعا عشان ياخد عرق الشوربه دي تاخد عرق معايا بضيف لها عندي معلقه كبيره عشان ده الرول اللي انا هربط بيه الشوربه. باخد عندي معلقه كبيره كده من الدقيق واقوم حاطينهم هنا. وبلاش طبعا نقلب كتير لان خلاص طالما حطينا حاجه زي كده ادي شويه الملح. عشان ما يعجنش مني يا دوبك بس بقلب الدقيق بيشيل. بص هتلاقي خلاص امتص كل حاجه زياده كده زي الفل. اقوم واخد عندي الحليب بتاعنا مع المرق ونقوم حاطينه بالشكل ده مع شويه ميه سخنه. وناخد تليفون. الو السلام عليكم. الو معلش مين معانا يا فندم؟ فصل. طيب حاولوا تكلمونا تاني احنا اسفين جدا والله. قصده منور. شويه ميه سخنه عليها ماشي. وحطينا الملح وحطينا كل حاجه. نسيبها لحد ما تبدا اللي هي تتقل معايا. هناخد فصل صغير ان شاء الله وبعد الفصل نواصل. يلا بينا. شوربه تمام استوت وتمام التمام. وبسيبها كده ايه لحد ما نعمل الحلو بقى نشوف هنعمله ازاي. اسهل حاجه بقى يعني دي. انا بصراحه الحلويات كلها اللي جايه هتلاقيها كلها بمنتهى السهوله يعني. وهتلاقي الموضوع سهل جدا. هاجر عايزين نتصل لو قلت لك عليها الجرانيت. طاسة جرانيت كده اللي هي السادة أو الجريل عشان نشتغل فيها الجلاش يا جماعة. ناخد أول واحدة كده نحطها هنا كده. السمنة السايحة. ناخد عندنا الطبقة التانية كده. فرشة سمنة عليها. شكرا. نشغل بس عليها النار هنا. ناخد ايه؟ اول واحدة بتبقى في الجلاش انا بشيلها واحطها في النص. فاهم ازاي؟ يعني اول واحدة دي بتبقى لازم تلاقي فيها قطع كده مش عارف ايه. اللي هي بتاعت وش القفص دي. شيلها مش عايزينها. حطها في النص بقى. مش عايزينها في الاول يعني. ماشي. وبعد كده بنبدا ايه اجيب عندي شويه كاستر. يعني اسهل من السهوله. معلقتين اتنين الكاستر دي باودر مع ربع كوبايه سكر مع نص صودا اللبن تحطيهم على النار وتقلبيهم وتفضلي تقلبي فيهم لحد ما يجمدوا يبردوا وتبداي تشتغلي بيهم.
نضغط كده. بعد كده نقوم قافلين دي كده من هنا. ونضغط بنعملها زي الظرف كده بالظبط. من الاطراف ديت عشان تديها التوريقه التمام نقفل. والاطراف دي نقفل بس. دي كده حاجه بسيطه جدا. بص انا هي لو انت تلاحظي والله مش بدي سمنه كتير ولا حاجه، هي فرش سمنه كده بس، يعني يا دوبك ما بين الحاجه فرشه سمنه عشان يطلع معايا مورق. ما هو مش هيطلع مورق الا بكده. ماشي، ناخد الباشا ده كده ونروح فين؟ عندي على الصينيه بتاعتنا او الطاسه بتاعتنا خاصه بكيتشن اوفن، نقوم حاطين كده علقه سمنه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ نسوي على الجنبين الاثنين الحاجة وتطلع معانا زي الفل إن شاء الله. اعمل واحدة كمان يا جيمي. يلا بينا يا باشا. بس دي بتطلع بتاخد شوية لبن تقطع، بتاخد شوية حليب صغيرين، شوية سكر من فوق، خلصت. تمام؟ ثلاث طبقات بالظبط. يدوبك بس لازم الفرشه بقى بنلاقي سمنه كده بسيطه وبعد كده نبدا نعملها. تعالوا نشوف عندنا الجلاش ايه الاخبار، يعني لو عايز يتقلب ولا حاجه. ولا اي وقت على طول كده تلاقي الموضوع خلص معاك في ثانية يعني. ممكن نعمله سادة يعني عادي من غير كاستر ومن غير حاجة من ديت يعني. نقفل كده حلو واضغط سمنه واقوم طالع كده اهوت هوب ورشه سمنه بسيطه. نقوم قافلين دي كده زي الظرف بالظبط. ومن هنا برده نفس الكلام نضغط. وبعد كده اروح عندي على الطاسه اللي عندي اهي للاخبار. نقلب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. عسل ماشي لسه طبعا عشان نشيل دلوقتي حاجه لازم تاخد وقتها براحتها خالص عشان تطلع معايا ايه مظبوطه. نقدم عندنا الشوربه. الشوربه عندي استوت. والتوريقه تمام. يلا الشوربه. النار انتهى تمام زي الفل. نجيب عندنا بوله شوربه مشروم بالجزر، وممكن تضيف عليها برده ذره حلوه لو انت عايزه تحط عليها ذره حلوه برده تبقى جميله جدا. طبعا ينفع لو عايزه تحط عليها شويه كريمه الطهي احط عليها شويه كريمه، عايزه تزودي فيها الدسم بتاعها. انا عملتها باللبن واللبن اديت له مكعب مرق كده عشان يظبط معايا الدنيا. يلا بينا نخش على الجلاش.
اقدم دي وبالهنا والشفا. دي تمام دي يعني خلاص كده، بص خدت لون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه. نطلع بقى على اي حاجة عندنا تبقى غويطة شوية عشان عايز اديها شوية ايه، ممكن دي بغاشة. هاي بغاشة والله. اوزع كده السمنة كويس، معلقة السمنة، واخد اللي بعدها نهب نديها بسم الله. وديت بمقطع او بسكينة نقطعها. اسرع جلاش في التاريخ اهو. ماشي، معلقتين بس من اللبن. هو سخن اه طبعا، ده لازم هو سخن عشان يتشرب اللبن كده الله. بص اللبن بينزل ما تلاقوش على طول، تلاقي ايه تشرب معاك وبقى زي الفل. شوية سكر بودر عليه من فوق وبالهنا والشفا. عالمي ده عالمي. هوب الله، دي كانت حلقتنا النهارده. جاب بسيطة وسهلة وما بتاخدش وقت معانا، من السمك المكريل اللي عملناه النهارده، من الدبيس اللي احنا اشتغلنا بيها النهارده وعملنا منها الجمبري، من شوربه المشروم، من الجلاش اللي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الجلاش ان شاء الله. كل الحلويات اللي هتلاقوها جايه ان شاء الله تلاقوها بمنتهى السهوله وما بتاخدش وقت معاكم ولا مجهود. اشوفكم على خير في حلقه قادمه من برنامج المطعم. سلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.